اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعيه 15 عطاء تقدمت بها خمس جهات حكوميه بلغ اجمالي اقل العطاءات المقدمه مئه الف دينار وتصدر الجلسه بعدد طرح المناقصات هيئه تنظيم الاتصالات بمناقصتين تضمنتا مناقصه استشاريه للحصول على خدمات لمراجعه اطار التراخيص الخاص بقطاع الاتصالات في المملكه، كما فتح المجلس مناقصه لوزاره الماليه لتقديم العروض للخدمات الاستشاريه لانهاء او لانشاء واداره مكتب ضبط الدين العام. ومن المتوقع أن تقوم الشركة الإستشارية بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة بتطوير مكتب ضبط الدين العام على مستوى عالمي يتطابق مع معايير جي 20 وأفضل الممارسات العالمية أقفلت بورصة البحرين تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد 2019 بتراجع بنسبة بسيطة تقارب 0.80% مقفلة عند مستوى 1325 نقطة وبلغ معدلات أو بلغت معدلات التداول اليومي للأسهم مليون وخمسة وستين ألف دينار فيما بلغ متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع 123 صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 31 مليون و132 ألفا و544 سهما بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و60 ألفا و425 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 493 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة. ارتفعت أسعار أسهم ثمان شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست أخرى. واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الاهلي المتحد في المركز الاول من حيث القيمه وجاء في المركز الثاني مصرف السلام نتابع الان اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالية قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى تحويلات دول المجلس لدوائر الجمارك المحلية بلغ حوالي مليار درهم في عام 2018 يأتي ذلك في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركيه بين دول المجلس الذي بدأ العمل به في نهايه اكتوبر 2015 وذكرت الهيئه ان قيمه الرسوم الجمركيه عن السلع والبضائع التي دخلت الى دول الخليج العربي عبر المنافذ الجمركيه الاماراتيه بلغت ما يعادل 866 مليون درهم وتمثل نسبة 84% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2018 ارتفع إجمالي رصيد الوداع قصيرة الأجل لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى أكثر من 157 مليار درهم خلال الإحدى عشرة الشهر الأولى من عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8.4% مقارنة مع نهاية العام 2017 وجاء النمو المسجل للودائع لاجل من ثلاثه الى سته اشهر بدعم من ارتفاع اسعار الفائده خلال الفتره الماضيه، الامر الذي شجع العملاء للاستثمار فيها ساعيا لتحقيق اكبر قدر من المكاسب مقارنه مع بقيه الادوات الاستثماريه الاخرى، وكانت اسعار الفائده على التعاملات بالدرهم بين البنوك الايبور سجلت زيادة كبيرة حيث ارتفعت على الأجل لمدة ستة أشهر بنسبة 54% منذ بداية العام 2018 فيما وصلت نسبة النمو 39% خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لمصر لعام 2019 و2020 وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة بلاده بالعمل على خفض الدين والعجز وطلب السيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واكد الرئيس المصري ان استمرار تنفيذ البرنامج الاصلاحي من شانه توفير بيئه مستقره تعزز الثقه في اداء وقدره الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات على نحو يؤدي الى زياده معدلات الانتاجيه ورفع تنفسيه الاقتصاد المصري. نشرتنا مستمره من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. منقذ شركة نيسان كارلوس غصن يطالب بعقد جلسة علنية لتوضيح اسباب ابقائه قيد الاحتجاز في اليابان منذ نوفمبر الماضي ارتفع حجم الدين الامريكي لاكثر من تريليوني دولار منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الابيض رغم تعهده بخفض الدين العام الى 0% في غضون ثمان سنوات، وأظهرت الأرقام الخاصة بالدين الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين بحلول نهاية عام 2018 بلغ 21.9 تريليون دولار، أي بزيادة بمقدار تريليوني دولار عما كانت عليه قبل تولي ترامب الرئاسة، وبحسب تحليل لشبكة سي ان ان الأمريكية فإن الدين الوطني يشكل حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنهاية السنة المالية للعام 2018 وهي النسبة الأعلى منذ عام 1950. تعقد الصين والولايات المتحدة مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي السابع والثامن من يناير مع سعي الجانبين لإنهاء النزاع الذي يلحق ضررا متزايدا بالاقتصاد في البلدين ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية وقالت وزارة التجارة الصينية إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل الى الصين لاجراء مباحثات ايجابيه وبناءه مع نظرائه الصينيين وشهد العام الماضي فرضا متبادلا بين امريكا والصين لرسوم جمركيه اضافيه على بضائع الدولتين قبل ان يقرر الطرفان في ديسمبر الماضي خفض والغاء هذه الرسوم. في الشان ذاته قال مستشار كبير بالبيت الابيض ان التراجع الحاد في النمو الاقتصادي الصيني سياثر سلبا على ارباح الشركات الامريكيه وان مبيعات شركه ابل وغيرها من الشركات الامريكيه ستتعافى عندما تتوصل واشنطن الى اتفاق تجاري مع بكين واتخذت ابل خطوات غير معتاده وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصليه فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك الى تباطؤ مبيعات ايفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطاه الضبابيه المحيطه بالعلاقات التجاريه بين واشنطن وبكين وتاتي الخطوه التي نالت من اسهم ابل بعد ان تراجعت بنسبه 10% في بورصه وول ستريت فيما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين انعاش النمو الاقتصادي وقد اثار خفض التوقعات قلق الموردين الاسيويين وادى الى موجه بيع في الاسواق العالميه أظهرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية أن شركة جوجل نقلت نحو 20 مليار يورو عبر شركة صورية هولندية إلى برمودا في عام 2017 في إطار ترتيب يسمح لها بخفض فاتورة ضرائبها بالخارج وأشارت الوثائق المقدمة أن المبلغ المنقول عبر جوجل هولندا القابضة يزيد بنحو 4 مليارات يورو عن عام 2016 وقالت شركة جوجل في بيان أنهم يسددون جميع الضرائب المستحقة وتتمثل للقوانين الضريبية في كل بلد تعمل فيه في أنحاء العالم وأضافت جوجل كغيرها من الشركات متعددة الجنسيات أنها تدفع الغالبية العظمى من ضرائبها المفروضة على دخل الشركة داخل بلدها الأم بمعدل ضريبة تقدر ب 26% على مدى السنوات العشر الماضية. والان نتابع ابرز مؤشرات الاسواق العالميه واسعار النفط والمعادن الرئيسيه طلب رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان للسيارات كارلوس غصن بعقد جلسة علنية لتوضيح أسباب إبقائه قيد الاحتجاز في اليابان منذ شهر نوفمبر الماضي وأفادت المحكمة أن كارلوس غصن تقدم بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله وأوضحت شبكة NHK اليابانية أنه على المحكمة من حيث المبدأ عقد الجلسة في غضون خمسة أيام وبإمكان غصن الملقب بمنقذ نيسان حضور الجلسة مع محاميه ورغم أن المدعون أو زعم المدعون أن غصن قام بتحويل 16.6 مليون دولار من الخسائر التي مني بها في استثماراته الخاصة إلى شركة تابعة لنيسان مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008